أمينة ثابت رئيس جمعية وصية مسندات الأقليات. الندوة الصحفية جيت تعملها جمعية وصية مسندات الأقليات اليوم، جيت بعد أحداث مست توانسة متاع يهودية الدين اليهود في جربة الثلاثة جمعات الأخيرة. تم الاعتداء عليهم في بريود متاع الأعياد متاعهم، تم اقتحام بيت الصلاة متاعهم، تم الاعتداء على شخص قدام مجموعة متاع صغار كي اون ايتي تيروريزي، تم الاعتداء على بنات بالضرب، معناتها تعدي عليهم بالضرب وقت اللي الرجال الكل كانوا في بيت الصلاة، معناتها فما شكون اغتنم الفرصة انهم بنات وحدهم وتم ضربهم ils ont été terrorisés. اللي قلقني في الموضوع هذا واللي يخوف سي با انهم تعرضوا للضرب ولا الاعتداء ولا الخوف، على خاطر المواطنين الكل التوانسه لازم يتعرضوا لهذا. اللي قلق سي كو الاعتداء هذا جاء على دينهم، معناتها انسان، وعلى التهاون زاد نتاع القانون مع الاشخاص اللي قامت بالجرائم هذه. انسان تسيبت أبود 24 ساعه، من 24 ساعه وتسيبوا الاخت الروكة بد اخرين تقعد في الحبس بوندون قديش 24 ساعه، والانسان يحوس توا في جربه ويقول لهم انا هتلر جديد ويخوف العباد. علاش حسيتهم تاثروا وقت اللي الراعبات تجي مش تمشي تقضي ولا غيره ويقول لها رجع راجل كبير البارح رجع قال خايف على خاطر كان مش يضربوني شكون مش يدافع عليا تو سامبلومون. الاطراف المعتدية شكون؟ انت ما عطيتناش حتى من الاطراف المعتديه. هي اطراف معتديه تو سامبلومون، اسم عنده اسم ولقب مجرم. سلفيين اسكو مواطن عادي؟ سلفيين شكون؟ هو مش مستعمل بالاسم ولا قالوا لي هو مواطن عادي مره يعمل جريمته يحوس غادي ويقول انا عملتها ليه وتشد وتسيب او بو دو ميم با 24 ساعه. وهذا اللي يقهر معه الشخص هذا. مرة هو لما حاله مرة يعمل لحية مرة ناحية مرة ما نجيش نقول لك أنا كل منطقة متاع سلفي ودرشنية ما ندخلش فيه البيجة ذاك، أنا خاطر نرش معناتها هنا سلفي فما برشا ديفينيسيونات وما ندخلوش فيها.